اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي اللي بيظهروا معنا لاول مره، ابناء محمد سلطان وفايزه احمد، الدكاتره دكتور طارق محمد سلطان، دكتور عمرو محمد سلطان، وايضا صديقنا طارق الشناوي الناقد الفني. اهلا بيكم، بعزيكم وبعزي نفسي وبعزي طبعا كل العالم العربي. لكن ممكن نتعرف عليكم الاول، يمكن دي اول مره نشوفكم. انا حاسه ان انا قاعده قدام محمد سلطان، مش كده يا طارق؟ طبعا طبعا، هم توأم يا جماعه، الاب فعلا. توأم، فبقى مين اكبر من مين بثلاث اربع ساعات، عمرو ولا طارق؟ طارق انا اكبر منه. طب ممكن نتعرف بيكم دكتور طارق، يعني انتوا حضرتك مين، بتعمل ايه، احكي لي كده عنك. والله انا بعد ما تخرجت من كليه سان مارك في اسكندريه، الوالد والوالدة أرسلونا للخارج علشان ندرس الطب، ودرسنا الطب وكملنا دراستنا فرنسا؟ في فرنسا. وحضرتك دلوقتي طبيب ايه؟ انا حاليا بمارس طب التجميل في لوكسمبورغ. في لوكسمبورغ، ده شيء عظيم. دكتور عمرو؟ انا بعد ما خلصت دراستي في فرنسا فضلت في فرنسا دكتور باطني. دكتور باطني. أيوة. ما رجعتوش خالص، يعني برغم ان الوالد كان قاعد لوحده وكده؟ لا، كنا نرجع كتير. لا، كنت متردد، كنا مترددين، كنت متردد على الوالد. هل قلت له طب تعالى اقعد معانا؟ جالي طبعا. والله انا يعني في جنوب فرنسا شاري بيت كده وفي الطبيعه وكل حاجه. الله. وفي غرفته، قلت له تعالى اقعد معايا عنده العلاج، بس هو مش عايز يسيب مصر ابدا، يقول لي انا ما اسيبش مصر، وطبعا فنه مصر، عايز يفضل في مصر، فأنا يعني احترمت الإرادة دي.